أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقة الحدث، أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. أعلن علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات في بيان له عن نيته الترشح لرئاسيات أبريل 2019 وسحب استمارات جمع التوقيعات، موضحا بأن مسألة المشاركة في هذه الانتخابات من عدمها سيفصل فيها خلال دورة مقبلة للجنة المركزية للحزب. وقبله استنفر رئيس حركة مجتمع السلم حمص عبد الرزاق مقري قواعد حزبه النضالية من أجل جمع التوقيعات استعدادا لتقديم مرشحين عن الحركة في الانتخابات الرئاسية، بعد استدعاء الرئيس بوتفليقة أو نقول الاستدعاء الرسمي للهيئة الانتخابية، مؤكدا على صفحته الرسمية للفيسبوك أنه في حال كانت الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة وشفافة فإن الرئيس الجديد سيكون من حركة حمص. كما أعلن اللواء المتقاعد علي الغديري ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة عمليا في 18 من أبريل القادم. وكذلك فعل الناشط السياسي رشيد نكاز بإعلانه ترشحه لهذه الرئاسيات. وتبدو حسب الكثير من المراقبين أن القائمة مفتوحة وأن هذه القائمة ستكون طويلة. وبالحديث عن الرئاسيات والحديث عن الانتخابات في الجزائر، نتحدث اليوم عن هذا الحدث، هذه العملية، الانتخابات في الجزائر. ما الذي تعنيه؟ كيف تجرى هذه الانتخابات؟ وماذا عن هذه التهم التي تطال نظام الحكم في أنه يعيش فعلا على قاعدة تزوير الانتخابات؟ من أجل ذلك ارتأينا أن نبث لكم مقطعا من حلقة أو برنامج الحلقة المفقودة لزميل محمد يعقوبي، والتي استضاف فيها الوالي الشهير في الجزائر بشير فريك، يتحدث فيها عن هذه الانتخابات وكيف تجرى عادة في الجزائر. نتابع هذا المقطع ونبدأ النقاش. أنا مثلا كنت كلم أنا طلب مني رسميا باش نفعل الميكانيزمات نتاعنا اللي جابت التوقيعات للزغول باش نجيب لهم التوقيعات. سعيد سعدي وبكروح. ونور الدين بكروح عجز عن جمع التوقيعات في 95. أنا في وهران طلب مني بصفة رسمية بموجب أمر رسمي قال وجمعتوا لهم طبعا نجمعوا لهم، لان في ذاك الوقت كنا نخدموا تحت شعار كما قال سي ربي بالخير الله يرحمه لانتيريسي برام دو ليتا. التعليمات كانت واضحه، سواء من الايحاءات كان سلال هو وزير الداخليه ودار بين اجتماعات سريه، كانت ايحاءات لكن كانت رؤيه واضحه. مثلا على مستوى القياده العسكريه كان سي محمد العماري الله يرحمه اجتمع بقادة القطاع العسكرية وعطى لهم توجيهات وتعليمات، وذوك التعليمات نقلوها لنا، قال لها وقايد العكام واش يقول. المخابرات نفس الشيء، فكان التوجه كله يصب في وعاء المترشح في هذاك الوقت عبد العزيز بوتفليقة. كان حاجة في هذاك الوقت، الضغط ما كانش من الرئاسة. الضغط من التقريب من القيادة العسكرية أكثر، لأن كانوا يسموه مرشح الإجماع إلى آخره. تقريب بالنسبة للولات كان التوجه تقريب من 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 الهيئة العسكرية بمختلف أصناف. أنا هو كان نقول لك نكتة باش نكتة مع سي بجاوي، وأنا كنت جاي معاه من المرحال داخل العنابة نشوف فيه شوية مقلق، قال لي والله مسي الوالي وكذا وخايف مشكل وش، قال لي قلت واش غير خير، قال لي مع هذا الروترين تاع لي سيس هذو ممكن يكون لو تو دو بارتيسيباسيون ضعيف. قال لي لو كانت تعود 20% ولا 5% ولا كذا، قال لي ماهوش مليحه في اتجاه غير العام. ضحكت قلت له سيد الرئيس كيفاه تكون نسبه المشاركه صغيره صافا باولا، قال لي علاه، قلت له احنا واش نخدموا؟ حتى لما تكون اللي باش يحاسبك على التزوير هو بعد راه حلقه في الحلقه تاع التزوير، دونك شكون يحاسب شكون؟ الانتخابات في بلادنا، وكنت نشوف عطيت لك يعني الهيستوريك نتاع انتخابات من التعدد ديال اليوم، ما كانش انتخاب اللي ماهوش مطعون في مصداقيته ولا ماهيش منتقد. صح. مهما كان الحل الوحيد في تصوري انه لابد
من إبعاد الإدارة عن تنظيم الانتخابات. إذن هذا مقطع لبرنامج الحلقة المفقودة لزميل محمد يعقوبي حتى للأمانة، وبث في قناة الشروق، وكان يعني في سلسلة التصريحات اللي قالها، تصريحات مزلزلة بالنسبة لمنظومة الحكم اللي قالها الوالي بشير أفريك، اللي خرج فيها كتاب، وكانت أيضا ضمن سلسلة من أحاديث للصحف أيضا ومشاركات أيضا هنا في قناة المغاربية. لكن في هذا البرنامج بالذات أعطى تفصيلات كثيرة حول عملية التزوير اللي بدأت بعد الانقلاب على الشرعية في عام 1992. للحديث عن الانتخابات في الجزائر وما هذا التزوير الذي تتهم به المنظومة، ينضم إلي هنا وأستضيف هنا في الاستوديو الدبلوماسي الجزائري السابق وعضو حركة رشاد السيد محمد العربي زيتوت. أرحب بك سيد محمد. كما ينضم إلي عبر خدمة سكايب من كندا الأستاذ سفيان شويتر، المحامي والخبير في العدالة الانتقالية. أرحب بك أستاذ سفيان. أهلا وسهلا. أبدأ معك سيد محمد العربي حول ماذا تعنيه الانتخابات في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، وبالمناسبة تحية للصحفي وأيضا لبشير فريك، يعني الوالي الذي كانت له الشجاعة أن تحدث في مرتين أو ثلاث على الأقل، استمعت له بكل شجاعة عن ما يجري، وما استمعنا له في الحقيقة يغنينا عن الحديث عن التزوير. فهذه شهادة شاهد من أهلها، والي شغل مناصب عليا بما فيها ولاية وهران فيما أتذكر، وباختصار بسيط يقول لمحمد بجاوي اللي كان يومها وكان وزير خارجية فيما بعد أيضا، وهو المفروض أنه قانوني دولي كبير إلى آخره، يقول له لا تخشى شيء، فالنسب نحن التي نصنعها، نحن الذين نصنع النسبة. بكل ألم وأسف لن تجري انتخابات صحيحة وحقيقية في الجزائر إلا ثلاث مرات: دستور فبراير 89، انتخابات البلدية جوان 90، انتخابات التشريعية ديسمبر 91. حتى الانتخابات أو الاستفتاء على الاستقلال لم يكن بتلك النزاهة، يعني كان المفروض أصلا لا تجري انتخابات حول الاستقلال أو استفتاء حول الاستقلال. على كل هذه الانتخابات ثلاثة الوحيدة، الاستفتاء وانتخابين، اللي كانوا حقيقة نقدر نقول انتخابات واللي يستطيع الناس من خلالهم يقيسوا، بغض النظر عن الفائز، بغض النظر عن المضمون، لأن الناس دائما للأسف، وأعجبني أنك أشرت أنت بأمانة للقناة وللصحفي، لأن أصبحت الأمانة تنقصنا بشكل كبير جدا. الناس ليست منصفة، الناس احيانا بدل ما يتحدث مثلا عن الانتخابات وعلى التزوير وعلى اللاشرعيه وعلى السقوط، يقول لك فاز بها الفيس، ينقل لك الموضوع الى امر اخر، وكان الفيس هذا جاء من كوكب اخر، وكان مش الشعب اللي اختار، بدل ما يناقش المبادئ والقيم، انسى من فاز ومن لم يفوز، تلك قضيه اخرى. الانتخابات، شوف اخ سليم، في كل بلدان العالم التي تحترم أنفسها تحترم شعوبها، الانتخابات هي أفضل الطرق للوصول إلى الحكم. الانتخابات ليس هناك طريق آخر ما عدا الشرعية الشعبية، بمعنى أن شعب معين في وطن معين أو في مجتمع معين أو في بلد معين يختار من يدير شؤونه، وحينما يختار من يدير شؤونه فإن الحاكم لا يكون طاغية ولا يكون دكتاتور ولا يكون متأله، آليات قوانين تحكم الانتخاب وتحكم الحكم، بحيث أن الشعب يستطيع أن يحكم، أن ينتخب من يحكمه ويسقط من يحكمه وفق آليات محددة مسبقا تسمى إجمالا العقد الاجتماعي الذي يتضمنه الدساتير، دساتير العالم تتضمن العقد الاجتماعي. نحن في تاريخنا الإسلامي لدينا، برغم أننا نتكلم على 14 قرن، لكن سيدنا عثمان مثلا تم اختياره عبر بين قوسين انتخابات، عبر اختيار شعبي. صحيح مس آنذاك أهل المدينة سكان العاصمة، لأنه لم يكن ممكنا خارج العاصمة إلا قليلا،
ولكن كان اختيار شعبي، بمعنى أن المسلمين لديهم إرث في قضية اختيار الحاكم. بعد ذلك القوى الغربية بعد حوالي 10 إلى 12 قرن من تلك الواقعة بدأت تفهم معنى الانتخابات، ولم تستطع أن تصل إليها إلا في الحقيقة بمعناها الحقيقي اليوم إلا بعد الحرب العالمية الثانية. أنت تعرف أن مثلا النساء لم يكن ينتخبن في بريطانيا إلا بعد معركة كبيرة ونظن في 1926 أو 24، وفي سويسرا حتى 71، في سويسرا لم تكن المرأة تنتخب حتى سنة 71. إذن الانتخابات من حيث المبدأ هي أفضل الوسائل والسبل لاختيار الحاكم ليكون هناك استقرار في الحكم، ويكون هناك رضا الشعب، ويكون هناك القدرة على الاتيان بالحاكم والرحيل به. أليس هو الحال في الجزائر؟ بكل أسف وألم ليس هو الحال. كل ما يجري في الجزائر ما عدا الثلاث مرات اللي ذكرتهم لك هي انتخابات مزيفة مزورة، معلومة نتائجها سلفا. ووجدنا ليس فقط هنا شهادة والي سابق، لكن وجدنا أويحيى نفسه يقول زورنا نعم في 97 من أجل الجزائر. وجدنا نائب اللي توفى شرفي يقول نعم كان يجب أن نزور من أجل الجزائر. وجدنا شهادات متعددة جدا، لكن هذه مثلا عندما تأتي من رئيس حكومة أو من نائب رئيس الحكومة أو نائب رئيس الحزب شهادات عليا، من والي شهادات، وهناك شهادات أخرى كثيرة جدا. الانتخابات في الجزائر هي في الحقيقة تدليس على الشعب، وهي الوفاء بشرط الوكالة التي تطلبه القوى الغربية، وهو أنهم تقول لهذه الجمهوريات ما يسمى بالجمهوريات في العالم العربي، تقول لهم عليكم أن تجروا نوع من الانتخابات حتى نستطيع أن نسوقكم وأن ندافع عنكم أمام شعوبنا. ومع ذلك يدافع من يزور مثل ما كان يقول بشير فريك وينقل على العربي بالخير أيضا كلام ليه في نفس الحلقة، أنه لا ريزون ديتا من أجل مصلحة الدولة، لأنه دولة فتية إحنا فلازم نمشي الديمقراطية بهذا الشكل. لكن قبل هذا السؤال أريد فقط أن أعرف يعني التصور أستاذ سفيان شويتر لمعنى الانتخابات بالنسبة للجزائر، بالنسبة للسياسة وبالنسبة للنظام. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة للجميع. شوف الانتخابات ربما تطرق الأخ محمد العربي، هي آلية يعني هي أنتجت في المجتمعات الديمقراطية، يعني في المجتمعات الديمقراطية أنتجت هذه الآلية أولا كتعبير، آلية تعبير للسيادة الشعبية، الشعب يعبر عن رأيه عن طريق هذه الانتخابات، وفي نفس الوقت هي آلية من آليات التغيير، تغيير الحكام، اتخاذ مواقف باستفتاء في مشاريع سياسية أو قانونية إلى آخره. هذا بالنسبة للمجتمعات الديمقراطية، وعلى هذا يقال أن التداول على السلطة في المجتمعات الديمقراطية هي تداول سلمي، لأن هناك وسيلة سلمية من يفوز بالأغلبية هو وبالتالي. أما في المجتمعات الغير ديمقراطية يعني في الأنظمة الشمولية، الأنظمة الدكتاتورية كحال الجزائر، ما هي إلا وسيلة في الحقيقة للخداع أو لإعطاء نوع من الشرعية لاستغلال الرأي العام الدولي. وسي محمد العربي زيدو يتكلم على ذلك أكثر على أساس أن هذا الحاكم. إذن فالانتخابات في الجزائر هو فقط إعطاء نوع من الشرعية، هم مش محتاجين في الحقيقة الأمر للشرعية الشعبية، لأنهم موجودين عن طريق القوة والقمع والترهيب وشراء دمم فئات من المجتمع، وبالتالي فهي وسيلة فقط لإعطاء نوع من الشرعية للمجتمعات الأخرى على أساس أن هناك انتخابات، هناك انتخابات تجرى دوريا يعني في مواعيدها، لدينا مؤسسات منتخبة إلى آخره، في معارضة تنتقد تشتم تسب دير إدراءها إلى آخره، ولكن جوهر الموضوع القرار الحقيقي لاختيار فلان أو فلان أو اختيار فئة معينة تجلس في برلمان معين اللي هو ماهوش أصلا يعبر عن سيادة الشعب، هي أجهزة أخرى في الحقيقة. ماذا عن طرح أنه نحن دولة فتية، الديمقراطية في الجزائر
تمشي على الأقل بخطوات بطيئة لكن تمشي. هناك مواعيد انتخابية وهناك انتخابات، هناك تزوير، لكن سبب التزوير ليس إرادة البقاء في السلطة بقدر ما حماية الدولة. وهنا أذكر ما يقوله كل تقريبا غالبية المسؤولين في الجزائر على رأسهم يحيى ولا العربي بالخيرة وغيرهم، اللي سمعنا منهم مباشرة الجملة، يعني لا ريزون تيتا، مصلحة الدولة في أن تمضي هذه الأمور بهالشكل. هو مانيش عارف، نسيت الاسم تاع المفكر، واحد مفكر سياسي اللي تقال عندما الدولة تستعمل هذه لا ريزون ديتا سكو لا بير دي لا ريزون ديتا، يعني ان الدولة اذا كان شفت المسؤولين بداو يتكلموا على هذه لا ريزون ديتا فقدوا، يعني فقدوا عقلهم وفقدوا حتى ضرورة وجودهم. هذه مفهوم غامض بالضبط، ما نعرفوش، وهم مرتبطين الدولة بوجودهم، وما يعتقدوا هم وجودهم هم الدولة يعني في الحقيقة، ولكن الدولة تختلف عن النظام السياسي، تختلف عن الحكومة. الدولة هي عن الشعب والإقليم والسيادة، السيادة سواء كانت على الوجه الخارجي يعني مستقلة عن الدول الخارجية، ما هيش تحت احتلال أو تحت حماية إلى آخره، والوجه الداخلي للسيادة هو أن الشعب هو الذي يقرر سياساته العامة، هو من الذي يشرف أو يسير شؤونه العامة. الموضوع في الجزائر تشوف حتى المنظومة الحكم، يعني من هناك استحالة ليس فقط شهادة الوالي بشير فري، ولكن تكلم قد أنا شفت هذه الشهادة تاعه، يتكلم عن نتكلم على التعليمات أو إيحاءات من وزير الداخلية السابق سلال ورئيس الأركان السابق محمد العماري، يتكلم على أن حتى في 99 بالنسبة لإجراء انتخابات 99 يقول أن الرئيس زروال آنذاك وكان هو رئيس الجمهورية ووزير للدفاع أعطى لهم مراسلة أو بعث للولاة يهدد، ليس فقط يطلب منهم احترام الاختراع بل يهددهم في حال التزوير. وشوف كيف أنه الموظفين الدولة، يعني لكادر إطارات الدولة من ولاة ومن أشخاص لا يطبقون يعني أوامر رئيس الجمهورية اللي كان وزير للدفاع ويطبقون لأنه أوضح بعد ذلك أنه التعليمات في ذلك الوقت لم تكن تأتي من الرئاسة، مش الرئاسة اللي كان فيها زروال وجماعة لأنهم رايحين، كانت التعليمات تأتي من مكان آخر وهو المؤسسة العسكرية بشقيها الاستخباراتي وقيادة الأركان آنذاك. سأعود إليك أستاذ سفيان سويتر، تعليق حول قضية مصلحة الدولة لا ريزون ديتا، أليست مبرر أنه تمشي هذه البلاد الجديدة هذه؟ ما عندناش قرون أنا من الاستقلال. هذه لا ريزون ديتا هذه بدعة فرنسية. أنت تعرف أنك تعيش هنا في بلدان غربية ومع ذلك تطلع الصحافة البريطانية تهزن النظام الحاكم هزاً، تهز الحكومة هزاً، تعتبر أن مصلحة الدولة، أن مصلحة الشعب فوق مصلحة الدولة، مصلحة الوطن فوق مصلحة النخب الحاكمة، وتقوم وتنشر وهي بالفعل سلطة رابعة في دول الأنجلوساكسونية. الآن لما تتابع الإعلام الأمريكي سواء CNN أو الواشنطن بوست أو نيويورك تايمز أو الول ستريت جورنال أو وتشوف كيف يتعاملوا مع النظام الحاكم، مع الرئيس الحاكم، مع الطبقة الحاكمة، تفهم لماذا استطاعت هذه الدول أن تكون قوة عظمى، أو على الأقل أن تضمن الأمن وأن تضمن تطور ازدهار شعوبها في حدود معينة. إذن لا ريزون ديتا والبدعة الفرنسية يطبقها في الحقيقة اللصوص، لأن باختصار بسيط من أنت حتى تأخذ القرار في مدى في مكان الشعب؟ من أنت؟ ما فيش، الناس كلهم بشر، ليس بيننا أنبياء، ليس بيننا رسل، الناس متساوية، وبما أننا متساوين فيكون الحكم هو من ترضى عنه الأغلبية، ترضى الأغلبية وتحترم الأقلية. مع ذلك شوف الله سبحانه وتعالى
وهو يربي ويخاطب في نبيه، قالوا فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شاورهم في الأمر، ما هو الأمر؟ الحكم. نبي يتنزل عليه القرآن الوحي معصوم من الخطأ، يأمره ربه بمشاورة أصحابه في الأمر في الحكم، وتنزل سورة كاملة باسم الشورى. هذا هو نفس الشيء الذي استطاعت الدول الغربية أن تطبقه، صحيح وفق منظور معين وفق لوبيات معينة، وهذا كله نقاش طويل، لكن في الإطار العام الإجمالي العام هو أن الحاكم يختار الشعب وهو خادم للشعب، هو ليس سيد. أنت تشوفهم في الانتخابات كيف تتقرب الوزيرة الأولى أو الوزير الأول إلى الشعب ويتذلل ويذهب إلى الناس ويدق على الأبواب، وأنت تستغرب وشن هذا، هذا راه وزير أول. نعم إحنا رئيس بلدية ما يديرهاش أحيانا. هذه المشكلة الكبرى، وهي نعود لها، وهي أنه بدون إعطاء حقيقة لن نبني مؤسسات، ولن نبني نظام شفاف، ولن نبني دولة قانون، ولن نبني دولة عدل ولا عدالة، وإنما سنغرق في الفساد. عندما نتحدث على ريزون ديتا في الحقيقة سي لا ريزون تاع لي زانتيري تاعهم هم، لأنهم وصلوا بطرق غير شرعية ويريدون أن يبقوا بالدبابة وبالدعم الخارجي وبطرق غير شرعية. مع التحية لأخي سفيان. أشرت الانتخابات 1997 اللي كانت هي أشهر انتخابات في قضية التزوير أو التمادي في التزوير. نتابع مشاهدينا الأعزاء هذا المقطع حتى نستمر في محاولة فهم كيف يفكر من يتخذ القرار داخل منظومة الحكم في الجزائر. هذا مقطع لقناة تلفزيونية فرنسية الخامسة، وأيضا كانت الثالثة أيضا بثت نفس الشيء، حول مشهد من مشاهد الانتخابات التشريعية سنة 1997 كيف تمت. نتابع. Après le dépouillement, les urnes théoriquement cadenassées attendent dans la cour de l'école avant d'être transférées à la mairie pour un décompte final. Retourne là, retourne là. Ici, elles sont ouvertes ? Non, non, elles sont fermées. On n'a pas le droit de les ouvrir ici. Ah, mais il n'y a pas de cadenas là. Il n'y a pas de cadenas. Ah, on met les cadenas. C'est bien. Donc on n'a pas le droit de les ouvrir ici, normalement. Ah, non, vous n'avez pas le droit. Dans presque tous les centres de vote, les vrais bulletins sont remplacés par des faux. أنا ندروا يعني نعم عندنا حق نفتحوا الصناديق نشيلوا منهم يعني الأكياس اللي فيها أصوات الناخبين ونغيروها بكيس آخر اللي فيه أصوات اللي تحوس عليها منظومة الحكم. لما هذا 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 مكتب اختراع، لما سأل الشخص هل لديكم الحق في أن تزوروا بهالطريقة، يرد مدير المركز أونا لودروا بالنسبة ليه هو يعيد فقط التعليمات اللي تجيه من فوق. ينضم إلي عبر الهاتف من الجزائر الكاتب والصحفي الأستاذ سعد بوعقبة. أرحب بك أستاذ سعد. أهلا وسهلا. هناك من يقولون أن هناك قضية متلازمة، التزوير الانتخابات التزوير وبقاء النظام، إلى أي حد هذه المقولة صحيحة؟ الأمور واضحة من الأول باللي التزوير الآن ما عادش كان بكري في عهد الحزب الواحد، كان يجي على مستوى الصناديق ويستوي على مستوى إعداد القوائم في مستويات إدارية كما دار بشير فريك وكذا، لكن الآن التزوير ولا يتم على مستوى المؤسسة الرئاسية وعلى مستوى الرئيس نفسه. لما تشوف اللي الرئيس يعمل خارج الدستور يتحدث عن عهدة خامسة، وهو الدستور يحددها بعهدتين، ولما تشوف اللي الرئيس ما يحضرش وما يمشيش
وما يحركش روحه ويترشح معها خارج الدستور القانون القوانين تاع الجمهوريه. تقول الرئيس لازم يكون يمشي على رجليه ويكون يحضر على الاقل ما يكونش عنقول. يعني فعلا التزوير تم على مستوى الترشيح، اذا ترشح للعهده الخامسه معناها التزوير يتم من ترشيح وليس على مستوى الانتخابات. الظاهر ان حتى المعارضه موقع على التزوير بدليل انها لا تطرح مساله المقاطعه اذا ترشح الرئيس خارج الدستور، وانما تطرح انها يمكن انها تنافس الرئيس وتنحيه وهو قاعد في كرسي وما يحضرش وتنحيه من الانتخابات. يعني منطق تاع جوان في مكانش في انتخابات كيما هذه. المفروض الناس اللي بادروا بالترشح الان كانوا يخليوه على الاقل حتى يترشح الرئيس، وبالتالي يقولوا ما نترشحوش ويروحوا للمقاطعه، لان اذا ترشح الرئيس معناها دور الدستور معناها دور الانتخابات معناها هو الرئيس. استاذ سعد، هذا محور قادم. يعني ساسالك استاذ سعد، ساسالك على موقف الطبقه السياسيه. نحن فقط نريد ان نفهم، يعني هل بقاء النظام مرتبط بقضيه التزوير في الانتخابات؟ هل هذه المقوله صحيحه، يعني ان هناك متلازمه؟ يعني لا، مش غير بالتزوير برك، كان في اتفاق بين المعارضه والرئاسه على انهم ما يدخلوش الشعب في الانتخابات، يعني ربما حتى اتفاق انه لما يكون العدد تاع المشاركين في الانتخابات قليل يتحكموا به، ممكن اتفاق حتى مع المعارضه هذه اللي تخدم مثل هذه الامور. يعني مجموعه من الارانب حابه تجعل من الرئاسيات محسومه بالارانب تحول المترشحين الى مطبوعه، يعني بيكبروا ويوليوا اثنان، والا ما كان اكبر من ارنب، ولكن صفقه ارنب فيه منعدمه تماما حتى من الناحيه الاخلاقيه. المشكل الاساسي في البلاد هذه هو ان الرئاسه اصبحت هي التي تقوم بالتزوير المباشر للقوائم تاع المترشحين اللي ناسبوها على مستوى جمع التوقيعات والسماح للناس، وفي نفس الوقت تقوم بتزوير ثاني انها تغرس من خزائن الدوله وتقدق عليهم الارانب اللي تختارها باش يمشيوا معها في الخطه هذه، وعن دائره ثالثه للفساد هي انها تامر رجال المال والاعمال كل واحد يتعبط اربعه ولا خمسه ارانب ويمولهم، والخزينه تقوم بتعويضهم فيما بعد عن طريق المشاريع وعن طريق الاعفاءات الضريبيه وعن طريق رفع منسوبهم من الاستفاده الضريبيه في 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 في, في ارباح الشركات تاعهم. يعني نوع اخر من انواع التزوير، نوع اخر من انواع الفساد مربوط بالمؤسسه الرئاسيه هذه. والمصيبه الاكبر ان الماده 174 اللي تنص على انشاء محكمه عليا لمحاكمه الرئيس في حاله الزلزال بالبلاد في مرحله من مراحل الخيانه العظمى، هذه عندها الان 20 سنه ولا اكثر ما تندرجش هذه المؤسسه هذه، والرئيس يتصرف خارج الدستور، عفس الدستور وبدله وعفس، والان يترشح خارج الدستور، اذا ترشح هذا ترشح مرتين. نعم. ايضا الانتهازيه في حاله عدم ترشح الرئيس بانت انتهازيه المترشحين لهم انه قبل ما يعلن هو انسحابه، وهو اثر انسحابه ربما ليس ليفاجئهم بالانسحاب، وانما ليعطي فرصه لمرشح السلطه المتفق عليه في الغرف المظلمه انه يكون عنده افانتاج عليهم، ولذلك هم حاولوا يسرقوه. ربما عند المعلومه انه لا يترشح، وهذه كلها ضبابيه الهدف منها هو تزوير الانتخابات سواء بوجود الرئيس ولا بعدم وجود الرئيس. جميل جميل، سأعود اليك استاذ سعد، سأعود اليك في محاور اخرى. سيد محمد العربي، قضيه اذا
التزوير هو سياسة يعني، وعنده آليات عند هذا النظام مثل ما يقول أستاذ سعد، يعني مش قضية تزوير أنه الطريقة القديمة التقليدية، هناك تزوير على مستوى الرأي العام، التحضير، تبييض صورة الرئيس مثلا في كثير من القوانين مجحفة مثلا دير الحكومة، ويأتي الرئيس في آخر لحظة يعلن أنه ألغى هذيك يعني هذيك القوانين، يعني يعني الضغط على المعارضين، تصحير الساحة السياسية، عدم وجود أي بديل للنظام، هي نوع من أنواع أيضا التزوير مثل ما يقولون. هو التزوير في الانتخابات في الجزائر من كل ما رأيت من كل الزوايا، كل جوانب، في كل مكان، بكل الألوان، بكل اللغات، ما فيش شيء مش مزور. أصبحت القاعدة هي التزوير، والاستثناء أنهم يديروا حاجة كما تديرها الدول والشعوب اللي تحترم نفسها. بلا ما ندخل في التفاصيل، أنت الآن يقصوا ناس كثيرين، يقصوهم أصلا ما يشاركوش في الانتخابات. أنت الديرس أو الآن الديساس قبل ما تترشح أنت، هي تعرى هي تقصي القوائم، هي تجزر القوائم قبل أصلا، بمجرد ما يتقدم للبلدية أو للولاية أو يقولوا لرئيس الحزب أو مسؤول الحزب يقولوا له هذا مش مقبول، هذا مش مقبول، هذا قبل أي شيء آخر. بمعنى أن الانتخاب يتم ما بين فيما بعد ما بين هما اللي يختاروا، يعني موسى الحاج والحاج موسى من بعد. ثم القضية الأخرى، شوف المرة الأساسية اللي كان فيها انتخابات حرة اللي هي ديسمبر 91، النظام هذا بعبارة أدق، العصابة هذه، والآن العبارات ولات مش مولاتش من عندنا، ولا تجي من جنرالات كانوا جنرالات سابقين، ولا تجي من عند رئيس الحكومة الأسبق إلى آخر، حتى لا نتهم بأننا نبالغ يعني. العصابة هذه قامت بانقلاب عسكري، أخرجت دبابات، فيهاش، قال لك ما فيهاش، ما فيش، إحنا اللي نقرر من يحكم البلاد. شادلي بن جديد لما قال في 24 ولا 25 ديسمبر 91 سأقبل بالانتخابات مهما كان الفائز، بعدها بأسبوعين جاب له نزار رسالة في جيبه كما قالها له يحيى، قال له راك فضحتنا لما قلت جبت الرسالة في جيبي، صحيح معناها انقلاب. أقالوه، ثم يقول لك استقال الرئيس، وما زال يكررها، يقول لك استقال الرئيس، وهو قبل أسبوعين كان يقول أنا سأمضي مهما كان. إذن القاعدة الأساسية الآن كيفاش تتم؟ الطرق بسيطة، وبعدين الآن أصبحت كتابات إلكترونية يعني ديجيتال، أنت عارف يعني هو في المقر الرئاسة أو في مقر المخابرات أو في المركز تاع الداخلية يكتب مثلا ولاية أدرار انتخبوا 70,000 يحط 140,000، ولاية سعيدة انتخبوا 120,000 يحط 250,000، لكن في الغالب هي 3 أضعاف، ما هيش حتى الدوبل يعني. إذن هي كتابات يضعونها كما يشاءون. في 97 الصورة اللي وريتها لنا كم مضحكة يعني، كانوا مازال ما ولاوش بروفيشنال يعني، مازالوا دي بروفيشنال، كانوا مازال يديروا الصناديق، ودرك الآن أصبحت مفضوحة، ووصلوا فترة معينة حتى يطفوا الضوء كيجوا في الفرز يعني، كما يديروهاش على المستوى العام يديروا على مستوى ولايات أو بلديات. إذن فالحديث عن أي انتخابات هو مهزلة مسخرة. والذين طيب هنا أطرح السؤال، لماذا تتسابق هذه النخبة ورؤساء أحزاب يمثلوا تيار المعارضة إلى الإعلان عن نيات الترشح، وفيهم من أعلن الترشح يعني مثل رشيد الكازا والغديري أو يعني معارض النظام، ونيات الترشح بالنسبة لحمص أو لبن فليس، لماذا هم يعرفون بأنه قاعدة وجود هذا النظام هو في التزوير ولن يتخلى عن التزوير لأنه مش مضطر لها يعني كما تقول كثير من التحليلات؟ لأنهم مع استثناء بعض الأشخاص اللي هم أفراد وليسوا تنظيمات سياسية، لأنهم الوجه الآخر للعملة يعني. هذا النظام هي عملة كدينار مثلا تأخذه في يدك، عنده وجهين، عنده وجه بارز رئيسي يقول لك هذا دينار واحد، وعنده الرسم. الوجه البارز هو النظام الحاكم، العصابة الحاكمة. الوجه الآخر هي ما يسمى بالأحزاب، منظمات نقابية، استثني هنا المستقلين يعني نقابتهم يعني نقابة سيدهم السعيد، ما يسمى ببعض الجمعيات المدنية، ما يسمى هذه كلها نظام سياسي مزور، هو مزور. ليس هناك جمعيات حقيقية إلا استثناء، ليس هناك نقابات حقيقية إلا استثناء، ليس هناك أحزاب حقيقية إلا استثناء، وهذا الاستثناء
يضغطوا عليه بالشدة ويخلوه فقط احيانا باش يبان كما الملح في الطعام، يعني باش يقول لك هاو كاين. انت تشوف الان من حين لاخر مثلا بعض الجرائد تنتقد او تخرج مقاله هنا ويخرج برنامج لهيه في قناه، او كالاستثناء الذي يؤكد القاعده ان كل شيء مزور. شوف اعظم تزوير، احنا احيانا يقول لك كاين تزوير في البكالوريا وفي الجامعات وفي وكذا الى اخره، ويطردوا الناس شباب يطردوهم البكالوريا لانه زور مثلا. رئيس مزور، رئيس مزور، مزور في الصورة، الصورة تاعو اللي يظهروها الصورة الرسمية هي نتاعكي كان عمره 62 سنة، هو الآن في 3 مارس القادم يولي عمره 82 سنة، شكله مزور، الفيديو مزور، لما ياخذوه حتى هو بهذا الشكل يعدلوا في الفيديوهات ويخرجوه مزور، كل شيء مزور. إذا كان رب البيت للطبل ضارب فشيمة أهله الرقص. هاي الكارثة أنه ما فهموش أنهم وهم يزورون الانتخابات. لكن هذه المعارضة لا تعتبر نفسها أنه منه، يعني أنه هي من النظام. لازم تقول هذا هو المتاح، هذا هو الممكن، يعني لازم تلغي عقلك باش تعرف أنها ما هي جزء من النظام، هي جزء من النظام السياسي. والدليل قد لا تكون جزء من الحكومة أو جزء من السلطة لكنها في النظام السياسي، هي موجودة في برلمانه، موجودة في بلديات وولايات. ما هذا؟ هذا هو النظام السياسي. لكنها تناضل من أجل التغيير، هي تعني بأنها تناضل من أجل التغيير بالوسائل المتاحة. يعني يصدقك الناس، إذا ناضلت مرة اثنين عرفت خرجت في 95 مثلا، في هذا حزب اللي شارك في 95 تاع نحناح الله يرحمه، في 95 نحناح في مساء 16 أفريل 95 خرج وقال الانتخابات مزورة، وحتى صباح 17 نوفمبر يقول الانتخابات مزورة، في بعد الظهر قال أنا أعترف بالانتخابات والانتخابات صحيح. هذا في 95، في 97 هم تظاهروا وقالوا الانتخابات مزورة، في 99 انسحبوا الستة ونحن أصلا اعتبروا خائن رحمه الله ولم يشارك، وبعدين هم شاركوا، جاءت الانتخابات البلدية والولائية في أكتوبر 99 وشاركوا، وهكذا كل 5 سنوات انتخابات تشريعية، انتخابات بلدية، انتخابات رئاسية، كل مرة يقولوا مزورة ويعترفون بأنها مزورة ويعرفون أنها مزورة ويعرفون أن الناس تعرف أنها مزورة، ومع ذلك يشاركون. إذا لو كانت سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ممكن، أما أن تكون 25 سنة وأنت تشارك في التزوير فأنت مزور، بل أنت أسوأ من المزور لأنك تكذب على الناس بحيث تقول أنها ليست مزورة واقعا وإن كنت تعترف بها بلسانك أنها مزورة. مع العلم أنه لا يقولون الانتخابات غير مزورة، هم يقولون هي مزورة لكن نحن نشارك لأنه مع الناس. ولماذا تشارك؟ طيب هذا لماذا تشارك؟ نعم سنعود إلى هذه النقطة أستاذ سفيان شويطر. بالنسبة للبدائل المطروحة على المعارضة، هناك تبريرات احنا نسمعوها من حزب طلع الحريات، حمس الرسالة اللي جات عند المرشح علي الغديري أو ما يقوله نكاز أو أحزاب أخرى، أنه هذا هو المتاح عنا، هذا هو هامش النضال اللي موجود عنا، إذا لم نشارك ربما سنمحى من الخارطة السياسية ويعود غير مجدي وجودنا، وتبريرات بهذا الشكل. هل مقنعة بالنسبة لك هذه المبررات؟ لا، هي مش مقنعة، لأنهم هما كيتكلموا يخشون من أنه يتم محيهم من الخارطة السياسية. هم في الحقيقة من الناحية الفعلية هم محيين من الخارطة السياسية، لا يؤثرون في صناعة القرار. ليس يعني مانيش فاهم أنا، هل الأحزاب هذه يعتقدون أنهم عايشين في ظل نظام ديمقراطي، حتى ولو كان نظام ديمقراطي مريض ضعيف، ربما يمكن أن نستعمل هذه الأدوات آليات الديمقراطية للوصول ثم إدخال إصلاحات في هذه المنظومة؟ لا، نحن في نظام ديكتاتوري، نظام قمعي، نظام شمولي، كاين طرق أخرى. إذا كان أردنا أن نتمتع بالحقوق، من بين الحقوق المشاركة في الحياة العامة أو ما يسمى بالمفهوم آخر بالتحقيق السيادة الشعبية، لا سوفرينتي دو بابل،
ما هذا الا لا يمكن انتظار من السلطه الغاصبه ان تمنح لك هذه الحقوق. لابد من النضال اليومي، النظام المستمر وفقا لمخطط استراتيجي، وفقا لتقنيات تتغير حسب الظروف، ويكون هذا النضال بشكل متواصل على ازاحه هذا النظام. يعني انا عندما نشوف مثلا في بعض الاحيان للاسف وتاسف، يعني في حقيقه الامر رئيس حركه حمص اعتقد انه لا يتحكم حتى في المفاهيم السياسيه، عندما يتكلم في بعض الاحيان المبادره تاعو تاع تمديد العهده الخامسه مقابل اصلاحات عميقه، اصلاحات سياسيه عميقه، ثم يتكلم على الانتقال الديمقراطي. اور هذ المفهومين متناقضين، لان الاصلاحات السياسيه موجوده عندما يكون هناك نوع من نظام ديمقراطي فيه شويه ضعيف مريض يتم اصلاح هذه المنظومه، اما ان تتكلم على الانتقال الديمقراطي فمع لا كونستيتيون لو كونسيبت على ترانزيسيون ديمقراطيك هو متعلق بالانتقال من نظام ديكتاتوري شمولي الى نظام ديمقراطي. يعني ما تقدرش تصلح نظام ديكتاتوري، الديكتاتوريه عمرها ما غير قابله للاصلاح، وانما الا المزبله التاريخ حسب الطرق المعارف عليها في الانسانيه، سواء بالتفاوض ضغط عليها تتفاوض للرحيل تاعها او ازاحتها او اسقاطها، يعني بالطرق. اذا انا يعني نتعجب من 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 السياسيين، من قوى السياسيه اللي ما زالوا يؤمنون، يعني يؤمنون بان الحقوق تمنح، بينما الواقع والتاريخ الانسانيه والادبيات يعني حتى الطفل الصغير يدرس في مانيش عارف يدرس في الابتدائي في التربيه المدنيه لو سيفيزم يعرف بان الحقوق تكتسب وتؤخذ. ماذا عن مقوله انه النضال في ما يسمى جو المتاح، هذا هو المتاح والا سنذهب الى الفوضى؟ لا، انت اللي تخلق الجو المفتاح، انت اللي تبادر، انت اللي تخلق الديناميكيه، ما تبقاش مريح لان السلطه القائمه سلطه تمنعك من التظاهر. لا، انا اخلق، يعني نعطيك على سبيل المثال، هذا واقع في الجزائر، ما ندخلوش في التجارب الدوليه، عائلات المختطفين انا كنت معاهم في اواخر السبعينات من 97 98 خاصه بدايه التجمع. قبل ذلك كانت الناس تترهب من الكلام على امهات المختطفين، كانوا حتى الجرائد تعتبرهم عائلات الارهابيين، ولكن من بدايه خاصه من 98 والوقفات رغم القمع الشرطه كان يقمعونا، كانت اول وقفه مع الاستاذ علي يحيى عبد النور واساتذه اخرى امام البريد مقر البريد المركزي، ثم انتقلت الى قسنطينه الى وهران الى غليزان، وعلى الاقل العائلات فرضت هذا، ورغم كانت هناك حاله طوارئ كانت موجوده الى غايه 2011. انا اتكلم يعني النضال، الامهات يعني جابوا هذا حقهم في التظاهر وفي الوقفات وفرضوا الملف انه يطرح حتى لو انه لم يتم معالجته بطريقه عادله ومنصفه، ولكن طرح ملف على مستوى السياسه التي راوغت وتمكنت الى حد هذه الساعه كيف تتهرب منه، ولكن هذا هو النضال. لأن امهات ما عندهمش اي تأييد. اذا الحقوق تؤخذ وتكسب وليس تمنح. طيب، سأعود اليك استاذ سفيان، ينضم الي ايضا عبر هاتف من الجزائر الاطار في الجبهه الاسلاميه للانقاذ السيد بدر الدين قرفة. طبعا سنأخذ منك جانب المراقب والمحلل للمشهد السياسي أكثر منك نظرة حزبية. سيد بدر الدين، كيف تفهم علاقة التزوير ببقاء النظام وإصرار المعارضة على المشاركة في انتخابات هي تعلم أنها انتخابات مزورة؟ شكرا أخي سليم، تحية لك ولضيوفك الكرام وأنصب يدك محمد بعض الزيتوت، وتحية للمنسي في هذه المعادلة وهو الشعب الجزائري والشباب الجزائري والشباب الجزائري، تحية له تحية كبيرة. أما عن التزوير فأكاد أقول أن سيتي المارك ديبوزي، يعني ميد إن ألجيريان سيستم، يعني النظام الجزائري الميزة الأساسية تاعه هو التزوير. التزوير منذ تأسيسه هو يزور، وأنا أرى أن التزوير
هو لون من ألوان العنف من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية. وتلازم التزوير ببقاء الدكتاتورية هو تلازم كلي، تلازم كلي. ولهذا نرى أن التزوير كما تطور يعني من حشو الصناديق إلى أساليب متعددة ومختلفة. يعني لسنوات هم يزورون، نحن نسمع من يطبل للرئيس الإنجازات الرئيس، لا مانيبيلاسيون مانيبيليشن، كلا مانيبيلاسيون تاع العقول، وكأن كما يقال في العامية كأن البقرة عقلت. يعني الشعب الجزائري خلاص انتهى، الشعب الجزائري 3000 سنة راحت هباء منثورا، ما عادش يخرج رجال ونساء بإمكانهم يعني تكون عندهم عبقرية و... اكزاكت أخي سليم. إذن هذا التزوير عند الشعب الجزائري معروف، يعني نحن نعيش في أوساط الشعب الجزائري، في أوساط الشباب بالخصوص، وهم يظنون بالمزورون واللي عايشين في برج عاجي يعني في ديتور ديفوار، وكأن الشعب الجزائري اليوم هو الشعب الستينيات ولا السبعينيات. الشعب اليوم، شباب اليوم هو شباب الريزو سوسيو، شباب الفيسبوك، شباب اليوتيوب، الواتساب وغير ذلك، العالم كامل أصبح قرية. فالآن بحمد الله عز وجل الخوف يعني انقص بالكثير بالكثير. الشعب الجزائري والشباب الجزائري ما نراه ولا نعيشه اليوم هو طلاق دائم دائم، خلاص مع هذا النظام ومع هذا الحزب. لماذا إذن؟ لماذا؟ نعم سيد بدر الدين، لماذا إذن تصر المعارضة على المشاركة في هذه الانتخابات والانتخابات اللي راهي جاية، مع العلم أنه هذه هي أساسيات النظام، أنه لا يمكن ألا يصور هذه الانتخابات؟ هذه المفارقة العجيبة، المفارقة، وكيف أقول الأكذوبة، لأن لما نقول يعني مصطلح المعارضة لابد أن نعرف ما معنى المعارضة. إذا كانت هناك سلطة شرعية أتت إلى الحكم بالانتخابات، هناك كما نرى في بريطانيا وفي غير بريطانيا هناك معارضة. لكن اليوم نحن نعيش في نظام لا شرعي، ديكتاتوري، عنيف، مزور. كل شيء نقوله كان مقاومة سلمية، مقاومة سياسية، مقاومة اجتماعية. هؤلاء اللي قلنا رانا معارضة، يعني وش من صفة عندهم تاع معارضة؟ لما يقولش رجل، مثلا أضرب مثال، لما يضرب هذاك الجنرال علي خديري يخرج من لبنان، يخرج من الفيد، يخرج من لبنان، أولا من الناحية الرموزية السيمبوليك تسمح لي، يعني والحمد لله كان هذا سيمبوليك. احنا في نظام ديكتاتوري، أول إعلان ترشح هو لجنرال. هذا الجنرال لازم أن نعرف أن الشرعية، أي شرعية، هي روح العمل السياسي، ولا شرعية في اعتقادي بدون نضال. أنا لم أعرف هنا اسم جنرال الغديري الذي يذكرني بجنرال سابق في 2014 هو الجنرال محمد يعلى. نفس الطريقة، نفس المنهجية. وأنا أعلم كثير عن جنرال محمد يعلى في علاقاته، كيف بدأ مع من، ثم بدأ عن جديد بدأ الكلام مع الشعب الجزائري في الوطن. شوف كيف نديروا لا بيبليسيتي تاع السابون في الماركتينغ، نفس الشيء اليوم، نفس الشيء، نفس الطريق عن جديد على طريق على صفحة جريدة الوطن، ويخرج علينا هذا الجنرال. وأحزاب كذلك مثل حمص مثلا، تناقضات غريبة كما أشار إليه الأستاذ شويتر الذي أحييه. يعني حتى المفاهيم السياسية غامضة عند هؤلاء، غامضة تماما. يتحدثون على يعني في مظافران كنا نتحدث عن لا فاسون دو ترانزيسيون، يعني الانتقالية وكل شيء، واليوم يجي يتكلم على التمديد، ومن بعد ممكن نترشح وممكن إصلاحات. يعني ما هؤلاء كما قلتها سابقا على قناتكم الموقرة، يعني ما نغلطوش، ما نكذبوش على هذا الشعب. احنا لازم كي نكونوا مناضلين ونكونوا سياسيين ولا محللين، لازم نضع الاشياء في موضعها. الشعب اليوم ينتظر حلول. طيب سناتي لهذه الحلول. سي بدر الدين قرفة، ارجو ان تبقى معي، يعني اريد اناقش مع استاذ سعد وايضا
معك أستاذ سفيان وسيد محمد ظاهرة اللواء علي الغديري. أستاذ سعد بوعقبة، ما يمكن أن نقوله في هذه الظاهرة؟ يعني لواء يعني مش 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 ضابط بسيط، يعني الكل عنده الدستورية الحق أنه أنه يترشح طبعا، لكن بالنسبة في الجزائر هذه ظاهرة، وأنه عسكري يترشح وسياسيون يعطونه يعني السند، ونلقاه رجل حقوقي يعني مثل مقرر أية العربي يدعم هذا الترشح. كيف كيف نفهم هذه الظاهرة؟ هو يظهر أن المؤسسة العسكرية أو الدوائر في محيطها المتقاعدين عندهم معلومات أن الرئيس لن يترشح بالنظر إلى الحالة الصحية تاعو من جهة، وبالنظر إلى البلدة تاعو النتيجة تاعو في الخمس سنين الأخيرة، وبالإضافة لأن إمكانيات فرض عهدة خامسة بالطرق اللي فرضوا بها العهدة الرابعة أصبحت غير متوفرة لديه. وأكثر من هذا، الرسالة اللي بعثها الشعب تاع المقاطعة باللي 10% فقط من الجزائريين صوتوا للانتخابات التشريعية في المدة الأخيرة، في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي يمكن تنتقل هذا هذه المقاطعة العالية إلى مستوى الرئاسيات، وبذلك يريدون فتح الأمور على أكبر عدد ممكن من الناس، ويديروا أرانب بحجم ضيعة عالية المستوى، ويعقبوا في نصهم الفارس تاعهم هذه المرة، ويخليوه على آخر لحظة بما يتمش التشويش عليه جديا من طرف المعارضة. والمعارضة المدشنة موافقة على هذا السيناريو، لأن إذا سقط النظام سقط مرشح السلطة فبطبيعة الحال هذو يروحوا معاه، لأنهم هو عندهم 1% من الأصوات في 10% اللي جابوها في الانتخابات الأخيرة، يعني هم مربوطين بهذا النوعية. في هذا الشكشوكة يمكن يظهر مثل الغدير ويظهر أي واحد آخر، ويمكن حتى النظرية تاع الأحزاب السياسية ماهيش أحزاب حقيقية هذه لها تاع 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 الماشية في ركب المعارضة المدشنة للسلطة، لأن الأساس في الانتخابات هو أن اللي يخسر يروح. إحنا شفنا ناس شاركوا في انتخابات 3 أو 4 مرات في الرئاسيات وما ربحوش، وقاعدين على راس حزبهم، والمناظرين تاعنا يقولوا والو الكارثه ماهيش في قياده الاحزاب هذه برك، قاعده ايضا في المناظرين تاعها والناس تاعها ما يحاسبوهمش، لان ما عندهمش نيه تاع تجديد، لان امكانيه التجديد غير متاحه ديمقراطيا داخل هذه الاحزاب، ديكتاتوريه داخل الاحزاب نفسها، يعني تلقى واحده كيما لويزا حنون 30 سنه على راس حزب، ما بقاش حزب ولا بارتنوي تاعها، تلقى مثلا احزاب اخرى من نفس النوع، اذا سفلينا بالك لفافاس اللي عنده شويه ولا لازم اللي عنده شويه تغييرات، ما كانش اللي يخسر الانتخابات المفروض غير حب اللي يخسر الانتخابات وبعدين ما كانوا، اذا هي هذه الشركات تجاريه سياسيه وليست احزاب سياسيه كما يقولون. هذا هو المشكل الموجود في البلاد. واضح، اشكرك جزيل الشكر استاذ سعد بوعقبة كاتب والصحفي كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر. سيد محمد، ظاهرة علي الغديري اللواء علي الغديري وكيف نتلاقى مع السياسيين وبدا يجمع بعض النخبة حوله واسماء حقوقية على رأسها واحد معارض يعني مقران أية العربي، ما يمكن ان نقول عليه الظاهرة؟ ما علاقتها بهذه الرئاسيات؟ قد افاجئك في رأيي، خاصة المعروف ربما بمعارضة الشرسة لحكم الجنرالات. أنا لا أرى مانعا في أن جنرالا سابقا خرج من الخدمة كمواطن يتقدم للانتخابات، من حيث المبدأ ليس لدي مشكل. لا، من حيث المبدأ ولا واحد عنده مشكل. إيه. طيب. ليس لدي مشكل. أنا أعرف أن هناك صراع كبير وتحدث عليه عدة مرات، صراع أجنحة، وعلي الغديري يمثل جناح.
جناح وجناح قوي داخل السلطة. لكن لو افترضنا أنه بعيد عن الأجنحة وكان فقط رجل باعتباره جنرال سابق، سأنظر أساسا، لأن حدثت حرب قذرة وقتلوا الشعب بعشرات الآلاف، أكثر من 200,000 باعترافهم هم، سأنظر في ماضي هذا العسكري، هل تورط في دماء الشعب الجزائري أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تورط في أموال الشعب الجزائري أم لا؟ عندما نضع هذا الجانب نقول لا، لم يتورط لا في هذا ولا في ذاك، ليس لدي مشكل فيما بعد إلا فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية والفكرية والعملية والأخلاقية. كان جزء من ربما نقطة الذمة المالية، ربما عنده نقاط إيجابية، لكن كونه كان ضابط سامي في التسعينات وكان جزء من المنظومة، هذا هو السؤال، ولم يندد حتى ولو مشاهد، هذا هو السؤال، ولم يندد، هذه راح تحسب له نقطة سلبية جدا. هذا السؤال اللي كنت سأضيفه هو ماذا كان موقفه من الانقلاب؟ أنا عندما عرفت ومن تبعات المشكلة، مش الانقلاب، أنا جايك يعني ماذا نعم والقال قلت لك الحرب القادرة، كيف كان في الحرب القادرة؟ أنا عندما عرفت أن الجنرال بن حديد مثلا كان معارض للانقلاب تغيرت نظرتي له، لأني بغض النظر على أنه بقي وكان يجب أن لا يبقى، بقي إلى 96، لكن على الأقل وجدنا داخل الجنرالات الذين حكموا البلاد أن كان هناك من يعترض، فهذا شيء جميل، لأن أحيانا يجب أن نبحث. شوف الأمور راهي مهدمة في الجزائر، مفتتة يعني مشتتة، أليس نبحث على بعض نقاط النور، لكن يعني هذا أليس دليلا على يعني مش إخفاق يعني يعني على انهيار لمنظومة ما يسمى النخبة السياسية في الجزائر، يعني ما بقى ولا شخصية في الجزائر إلا أن يأتي لواء، مع أني أنا مبدئيا لا يمكن أن أعترض على ترشحه، يعني مبدئيا كل واحد يترشح وفق الدستور، لكن كتحليل للمشهد السياسي أليس انهيارا لمنظومة النخبة السياسية في الجزائر؟ ليس هناك نخبة سياسية، هذا تأكيد على أن ليس هناك نخبة سياسية بمعنى المعارضة الرسمية، هناك شخصيات جزائرية قديرة وكفأة في الداخل وفي الخارج ذات كفاءة هائلة وعالية، لكنها غير منخرطة في منظومة الفساد القائم. ما تتحدث عنه أنت وسميت أنت النخبة وأنا أتحفظ على الكلمة، هو الحزيبيات القائمة التي هي جزء وجه آخر للنظام. نعم أتفق معك تماما. أخطر من ذلك، ما يقول هذا الجنرال الذي كان جنرال حتى قبل 3 سنوات ونصف، يعني عندما كنت أقول هذا الكلام وأنا أقوله منذ أكثر منذ حوالي 24 سنة كنت أتهم أحيانا بالمبالغات، يقول من بين ما قال، يقول دولة غاب في احترام القانون، شيخوخة العنصر البشري، الظلم الاجتماعي، النظام الريعي، المحسوبية والرشوة التي تضرب المجتمع في العمق، أبعد من ذلك انعدام الأمن يهدد الجزائرية يوميا، والعشائرية والنهب حول النظام السياسي إلى أوليغارشية بأتم معنى الكلمة. إنه يتجاوزني في المعارضة. هذا جنرال قبل 4 سنوات كان جنرال، وجنرال في مرتبة عليا وفي منصب بالغ الأهمية. إذن ما كنا نقوله وتعترضون عليه وتسبوننا بذبابكم الإلكتروني وبقنواتكم تعودون فتركزون وتؤكدون وتثبتون، هاي الحقيقة التي أثبتها الزمن. سأعود إليك في سؤال أخير، سؤال أخير ليك في نهاية هذا البرنامج حول هذه الظاهرة، ظاهرة هذا اللواء الغديري ونو يعني أيضا يساندوه بعض السياسيين والحقوقيين ويقدم كبديل وعلاقته بكل الطبقة السياسية في الجزائر والنخبة في الجزائر. أستاذ سفيان؟ نعم، شوف هذا ما تنتجه منظومة الحكم، منظومة الحكم الأمنية والعسكرية. في بعض الأحيان عندما كنت أشارك على القناة المغاربية وتكلم على مسؤوليات العسكر، البعض يقول أنه لا تعمم، فهناك فقط جنرالات الانقلابيين إلى آخره، لكن الجنرالات الانقلابيين لو ما كانش عندهم جنود الذين ينفذون وضباط، ضباط سواء كان سامون أو ضباط عاديون، لا مانع للجنرالات، لا حول ولا قوة لهم، إذن لديهم الأيادي. السؤال المطروح، والأخ محمد العربي زيتوت طرح تساؤل مشروع، لأن هذا شخص
طواعية عرض نفسه على أن يترشح، ومن حقه كما قلت من الناحية القانونية إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية من حقه أن يترشح، ولكن عن ما يترشح راح يكون عرضة كذلك سواء للانتقادات سواء للأسئلة المشروعة، من بينها الذي طرحها الأستاذ محمد العربي زيتود، وهي أسئلة مشروعة، ولكن في نفس الوقت راح تطرح إشكالية وأنا فكرت فيها الصباح ونشرتها حتى على 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 صفحتي في الفيسبوك، وهي الأجواء التي ستجرى فيها هذه الانتخابات. هذا الشخص عسكري متقاعد مهدد من قبل القيادة العليا للجيش في بيان وزارة الدفاع الوطني، فيه بيان أو المجلة اللسان الحال للجيش الجزائري، مجلة الجيش تكلمت على ذلك، كلام النائب وزير الدفاع منصب سياسي ورئيس لأركان الجيش الجزائري الفريق محمد قايد صالح عفوا، الذي هدده على أساس أنه خرج على واجب التحفظ وبالتالي سيتعرض للعقوبات الجزائية، الذي يترشح للانتخابات راح يقوم بالحملة بدون تطرق لمواضيع أخرى، وبالتالي سيطرح في جدال في مشاكل متعلقة كما طرح مثلا سؤال محمد العربي زيتوت على مرحلة الحرب القادرة على الشعب الجزائري، ما هي مواقفه، ما هي المعلومات التي كانت عندي، سيتعرض سواء عن طريق الصحفيين أو المواطنين، سيخوض في نقاشات قد ربما تخرجه عن واجب التحفظ، هل سيتعرض إلى المتابعة القضائية؟ يعني حتى الأجواء، حتى بالنسبة لهذا الشخص، أنا لا أعارض على كل حال أن يترشح، ولكن لا أؤمن بهذه الانتخابات، ولكن حتى هو في نفسه في أي جو سيمكن أن يباشر بهذه الحملة الانتخابية، والذي سيتعرض لأسئلة، للجدال، للنقاش، لمواضيع متعلقة بمؤسسة الجيش، بنفقتها، بدورها في السياسة، بتاريخها في التسعينات إلى آخره. هل هو لديه يعني القانون الذي وضعته القيادة العسكرية على العسكريين السابقين، وهو ما يسمى بالسيف الحجاج، يعني النيبي دو داموكلاس، يعني مانيش فاهم الأشخاص الذين يترشحون والأجواء الانتخابية لا تساعد يعني جميل. هذا نختم بهذه الفكرة، نختم بهذه الفكرة أستاذ سفيان، وطبعا النقاشات ستتواصل حتى موعد الانتخابات الرئاسية، وستطرح الكثير من التفاصيل في العملية، يعني غير حلقة اليوم اللي حبيناها تكون حلقة ربما تعطي تفسير لبعض المفاهيم، وخاصة مفهوم الانتخابات ومفهوم أيضا التزوير وعلاقته ببقاء النظام في الجزائر. أشكرك جزيل الشكر المحامي والخبير في العدالة الانتقالية الأستاذ سفيان شويطر، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من كندا. سؤالي أخير ليك سيد بدر الدين قرفة، ما الذي كان مطلوبا من المعارضة غير أنه تروح تدخل مرة أخرى في انتخابات متأكدة هي أنها مزورة؟ شوف الأستاذ سليم، مع تعرضي على كلمة المعارضة كما قلتها آنفا، كان المطلوب من المعارضة حقيقة أن تجلس وأن تنظر إلى الحالة السياسية في البلاد. إذا كانت الحالة السياسية في البلاد هي مغلقة، يعني الحقيقة كلش مغلق، لم يحدث شيء في الجزائر. أضرب مثال، يعني قريبا لما كانت صدمة 88 ثم الدستور 23 فبراير 1989، هذه الصدمة السياسية التي فتحت الأبواب للنقاش، أصبح الجزائريون يتكلمون والتلفزيون الجزائري مفتوح للأحزاب والشخصيات السياسية، وكانت الحوارات والديبات كونتراديكتوار وغير ذلك. أما اليوم ما كان شيء، كان كل شيء، كان بوتفليقة يترشح مش راح يترشح، مريض مش مريض، هذا الشيء عظمة الرجل، رجلتين، رجل كذا. إذن ما الذي يدفع هذه الأحزاب للترشح؟ باعتقادي لا مكان والو. أعتقد أن الحل الوحيد
هي لازم تكون عند السياسيين شجاعة، شجاعة وإخلاص لهذا البلد لهذا الوطن ولتاريخه ولحاضره ومستقبله، أن تجلس الناس مع بعض. وهنا أقولها كمحلل وكعضو في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كان واحد الكلمة للأستاذ بوعقبة في جريدة ما قبل البارحة في الخبر في نقطة نظام، يعني 1% تمثل هذه المعارضة في البرلمان المزور، يعني النظام كما قال الأستاذ بوعقبة يعلم أن هذه المعارضة لا تمثل شيئا، يعني الشعب الجزائري لا يثق في هذه المعارضة حقيقة في الميدان. وكان أقولها بكل صراحة، الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي حزب متجدر في هذا المجتمع، فليكن لكل الأحزاب حتى التي كانت مع الانقلاب في 92، يعني تكون لهم الشجاعة أن يجلسوا كما جلسنا في روما في سانتا جيديو وشوفوا مشكلة الجزائر. ولا في النهاية ما هي الأحزاب اللي تجيب الحل؟ الحل في اعتقادي وفي تصوري هو بيد الشعب الجزائري. والصدمة كما قلت على قناتكم مرات عديدة، وهذا هو التاريخ، وهذه سوسيولوجية الشعوب، وهذه السياسة لما تكون الأمور مغلقة الصدمة آتية، صدمة سياسية أو صدمة اجتماعية أو صدمة اقتصادية أو غير ذلك. نعم. ولا مجال لتخويف الشعب. واضح. نكتفي بهذا القدر سيد بدر الدين قرفة، الإطار في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. سؤال يعني سريع، ما الذي كان ممكن، ما دام يتحدث معارضة تتحدث عن الممكن، ما الذي كان من الممكن أن تقوم به هذه الوجوه المعارضة بدل من الهرولة للمشاركة في انتخابات أقول مرة أخرى هي متأكدة 100% بأنها ستكون مزورة؟ بدوري لا أريد أن يفوت الوقت قبل أن أسلم على الفاضل بدر الدين. شوف شوف أخ سليم، إذا اتفقنا على أن هذه الانتخابات مزورة ومزيفة كما حدث مع كل هذه الانتخابات السابقة، وإذا كان من فيه روح وحب لهذا الوطن ولهذا الشعب يؤمن بإنقاذه حقيقة، فإنه إذا دخل في هذه المهزلة عليه أن يدخلها بمفهوم ومنطق نغتنم الفرصة لإسقاط العصابة. ليس لدينا نظام حكم، لدينا عصابات. إذا كان لديهم هذا المفهوم بمعنى أنها فيه فرصة الآن مدة 90 يوم تقريبا من الآن فما فوق ندخل لندين هذا النظام. أنا عندما قرأت ما كتبه الجنرال الغديري، بالرغم أني كما قلت لك علينا أن نبحث في ماضيه مهم جدا، لكن إذا ثبت أن ماضيه جيد أو ليس سيء على الأقل، فإنه عندما يأتي من جنرال هذا الكلام فإن هذا يضعف النظام أو يضعف العصابة القائمة، وعندما يأتي من آخرين فإنه يضعفهم، بشرط يكون هدفهم اغتنام الفرصة، الحملة الانتخابية وما قبل الحملة الانتخابية، لإدانة هذه العصابة، لنشر مزيد من الوعي، وليهم فاهمين أنه حتى ولو غدا أنا تعطوني الفرصة نولي رئيس لن أكون، لأن النظام كله مزور وكل مؤسساته مزورة ومجمدة الآن محنطة على وجه وعلى شكل الرئيس. يعني عدم المشاركة في هذه الانتخابات؟ نعم لا تشارك فيها، ما يقول لك وراه البديل، يعني البديل تغتنم الفرصة أنت هذا 90 يوم تنشر الوعي، تتحرك، يعني تخاطب يعني الناس، الشعب تلتقي مع الناس. نعم. ولكن على قناعة، ليس لأنك تريد أن تصبح رئيس لأنك لن تصبح، النظام يختار صاحبه ولن يسمح لك، تأكد من ذلك، ولكن بما قناعة أنك تزيد في إضعاف هذه العصابة حتى تتهاوى. بهذا المنطق قد يكون الأمر جيد ومنطقي ومعقول. أشكرك جزيل الشكر الدبلوماسي الجزائري السابق وعضو حركة رشاد سيد محمد العربي زيتوت على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة. طبعا في هذه الحلقة ذكرت أسماء لشخصيات وأيضا لأحزاب سياسية ووجهت انتقادات لمواقفهم السياسية. حق الرد دائما في المغاربية كما أنتم تعلمون وكما يعلمون هم هو محفوظ. كل هذه النقاط التي ذكرت بالنسبة لمن يرى أن المشاركة ما زال ممكن فيها فائدة، أقصد مشاركة في الانتخابات، سيكون لهم طبعا الوقت الكافي في حلقاتنا، حلقات
الحدث والتغطيات القادمة من هنا حتى الانتخابات لكي يردوا على كل التساؤلات ويردوا على كل الانتقادات. الشكر لكل ضيوفي والشكر موصول إليكم مشاهدينا الأعزاء. إلى اللقاء.